فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج من يقول بأن معنى الاستواء هو الاستيلاء بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. يقول: كيف نجيب عن ذلك؟ هذا مصنوع، البيت هذا مصنوع، ما وجد في ديوان الذي نسب إليه. ليس من معنى الاستواء الاستيلاء، ليس لغة، ليس في لغة العرب الاستواء بمعنى الاستيلاء. نعم.